الشهد في عنب الخليل وعيون ماء السلسبيل هي إرث جيل بعد جيل وكفاح تاريخ طويل. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد من بلد محمود درويش وسميح القاسم والأخوين طوقان، من بلد عبد اللطيف عقل والشعراء فلسطين الذين برعوا بحمل قضيتهم بندقية الشعر لا تتوقف عن الألم والأمل في آن، من الخليل في فلسطين المحتلة. معنا شاعرنا الذي نستضيفه عبر سكايب في هذه الحلقة الأستاذ أشرف أبو حشيش. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، مرحبا بك. سعدك الله وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ أشرف معنا، وحبذا لو حافظت على جلستك تماما كما تبدو لنا بكامل أناقتك، وأكيد تعدنا بأناقة شعرية لا مثيل لها. في البداية كلمنا قليلا عن الأستاذ أشرف أبو حشيش المعلم الطامح الذي يتطلع إلى غد أفضل. قليل عنك يكفينا، ولكن قليلك لا يقال له قليل. تفضل أستاذ أشرف. حياك الله. أشرف محمد حشيش، دور الخليل، ولدت عام 1974، ودرست في مدارس دورة، والتحقت بجامعة الخليل عام 92. كتبت الشعر في المرحلة الثانوية، ما شاء الله، حين هجم الغزاة برعونتهم على العراق. كانت أولى البدايات الشعرية، وحاولت من خلاله أن أعبر عما يدور في داخلي تجاه هذه الأزمة النفسية التي واجهناها حين رأينا بأعيننا ونحن في بداية حياتنا ملجأ العامرية والدماء التي تسيل على الطرقات والجثث والأشلاء. نعم. ولم نكن نسمع إلا إسرائيل ضربت وإسرائيل قصفت وإسرائيل دمرت، وزادنا هذا الألم ألما فوق ألمنا. فنظمت أبياتا بريئة أقول فيها في تلك الفترة: ضرغام يعرب من سواك إمام، ومن الذي سيقود يا ضرغام؟ أنت الذي قد قال للدنيا قفي، ها قد أتيت فإنني صدام. انتقلنا إلى جامعة الخليل، وهناك في جامعة الخليل شكلنا مع شباب رابطة أدبية، وأنتجنا مجلة المنبر الأدبي. نعم. المنبر الأدبي التي تعتني بالكتابة الأدبية، وتخرجت في الجامعة عام 1996، والتحقت بالوظيفة الحكومية. نعم. مباشرة لاقيت تشجيعا من الأساتذة المشهود لهم في الاستمرار بالكتابة رغم التهديدات والاستجوابات بالتوقف عن الكتابة. أذكر في يوم ما أنني كتبت أيضا ببراءة حين زرت عكا، وقوفا على أطلال عكا، قولا لعكا والحنين يشدني، القدس داسوها بنفس النار، رد السلام على قلاوون الذي داس التتارى داس الصليب ومعقل التتار، وقف على الحوض السخي بمائه، والنوق ردوها إلى الأهوار، هذه الفيافي والبطاح لأهلنا، فليرحل التلمود عن أغواري. لنتوقف، كان الاستجواب بقصد التوقف عن الكتابة، لكننا تحدينا هذا الأمر ودسنا عليه بفضل الله، كما تحرر حقنا في رفع العلم الفلسطيني، تحرر صوتنا،
واستطعنا أن نصل من خلاله إلى الكلمة، بعد ذلك جميل. إلى هدف الكلمة، بعد ذلك انتقلنا إلى الوظيفة مباشرة. وفي عام 2000 في مدارس الخليل طبعا وضواحيها، وفي عام 2014 اقترحت الدكتورة هدى عطية علي أن أطبع ديوانا نعم في دور إبداع في القاهرة، فصدر أول الإصدارات ديوان هنا شمخنا صغارا. جميل، هذا هو ما أردت أن أقول له، أن أقوله لكم. شكرا لك. أحسنت كثيرا أستاذ أشرف. قبل ما نذهب لقصيدة جميلة يعني تريح بها أعصابنا وتمتع بها قلوبنا وتجعلنا بها نقف على ذكريات جميلة وعلى تاريخ أجمل، قبل كل هذا دعني أسألك سؤالا مشاكسا. يعني هناك الكثير من القراء، الكثير من القراء والكثير من الشعراء والكثير من العرب ربما يقولون أحيانا ما الذي سيضيفه شعراء فلسطين المعاصرون بعد الذي أضافه درويش وسميح القاسم والأخوان طوقان وعبد اللطيف عقل وغيرهم ممن أو غيرهم ممن برع في تقديم القصيدة الفلسطينية كما يجب. لماذا يكتب شعراء اليوم؟ هل سيطاولون تلك أو أولئك القامات الذين مروا ومضوا؟ نعم، هو كل شاعر يمثل مرحلة، ومن يأتي بعده يتمم المشوار. جميل، قطار الكلمة، قطار الكلمة لا يجب أن يتوقف، والحياة لا يجب أن تتوقف. فنحن نكمل فوق، نحاول أن نكمل على منوالهم ومن النقطة التي انتهوا إليها، لأن ترجمة الشعر للواقع يا أخي لا تتوقف. والشعر هو يترجم آلامنا وجراحنا، والجراح تتجدد، ومع تجدد الجراح تتجدد الكلمة. ولذلك محمود درويش شاعر عملاق بلا شك، نهض بالمشاعر الفلسطينية وبعث فيها الطاقة من أجل مواجهة هذا العدو الصلب، حتى أننا نعيش اليوم ذكرى مجزرة صبرا نعم وشتيلة، نتذكر كلمات محمود درويش: صبرا تقاطع شارعين على جسد، صبرا نزول الروح في حجر، وصبرا لا أحد، صبرا هوية عصرنا حتى الأبد. بعد صبرا عشنا جراحات أخرى، من يكتب عنها في غياب درويش؟ أحسنت، ومن ينهض بلغة هذا الجرح؟ علينا أن نكمل المسيرة. هذا بالنسبة لواجب الشعر ووظيفته. أما ما يدور في خلدك كإنسان تشعر بالألم، مطلوب منك أن تترجم هذا الألم، وأن لأن ترجمته تريحك وتشعرك بالحياة. أحسنت، ولذلك إن صمت فأنت تمارس الانهزامية، تمارس الانهزامية وتعطي عدوك البوق الإعلامي الذي يتغلب عليه من خلالك، لأن أصدق كلمة في هذا الزمن المادي نعم هي القصيدة. القصيدة التي تطهر وجه الأرض وترد لهذا الوجه نضارة الماء وتنقي القلب. وأنت تعرف ما يحيك بالشباب من مخاطر، للقصيدة دور كبير. أما أن نبقى نتوقف عند فدوى وعند عبد الرحيم محمود، درويش لم يقل أن الشعر انتهى عند عبد الرحيم محمود فعلا الشاعر الشهيد، استمر. وسميح القاسم استمر، وتوفيق زياد، ودفع حياته ثمنا لقصيدته. ولذلك الجيل لا يتوقف، لأن التوقف هو نهاية أحسنت، بالنسبة له، هو انتحار. أحسنت كثيرا. وحاشاك أن تتوقف أو لهذا الصوت العالي أن ينتهي، لأن بقاءكم فيه بقاء لعصب هذه الثورة الممتدة في الجسد الفلسطيني والوعي الجمعي العربي والإسلامي. صدقت أستاذ أشرف، خذنا إلى الشعر الآن، اقرأ لنا ما تحب، تفضل. بارك الله فيك. إن سمحت لي تفضل. أقرأ قصيدة بعنوان: واصلت نزف الشعر.
وصلت نزف الشعر لم أسطع له وقفا ولم أطلب به إشفاقا، فتحملوني ليس تسلية ولا بطرا ولا نسخا ولا إلصاقا. الشعر أغنية فكيف أصدها؟ الشعر أغنية فكيف يصدها قلم بها يتزوج الأوراق؟ ما شاء الله. مثنى ثلاث رباع، لا حصر إلى أن يعتلي السبع الطوال طباقا. لا صمت إلا حين يأذن ربنا بالموت أو أن تفصم الأعماق. وأنا على نبع المحبة غارق بالمفردات ولم أزل دفاقا. هذه الجراح تشي بأن وراءها وطن يئن ويشعل الأشواق. هذه الجراح تشي بأن وراءها وطن يئن ويشعل الأشواق. من غابر الأوجاع جئت مؤكدا أن القصيدة تعشق الأعماق. عسل الحروف لقد وثقت بطعمه، أعجبت أم لم أعجب الذواق؟ يا سلام. عسل الحروف لقد وثقت بطعمه، أعجبت أم لم أعجب الأذواق؟ ما همني أحد وليس بخاطري من يعتلي كتف المديح نفاقا، غير الذين تمظهروا صورا بلا معنى. حسمت كما أردت سباقا، هبي عصا الكلمات تحدث داخلي وهجا، ويأتي نورها منصاقا. يا شعر لولا أن قلبي مثخن منذ الطفولة لم أبح إطلاقا. يا يا سلام. شعر لولا أن قلبي مثخن منذ الطفولة لم أبح إطلاقا. كيف السكوت وما سمعت ربابة نواحة إلا وجئت لحاقا؟ يا شعر لا تبدي احتجاجك، إنها مقل وأحسب دمعها استحقاقا. يا شعر حد الحرب يشرب جرحنا، وإذا سكتنا نشرب الإرهاق. والفيس محتال علي، يريدني في كل حين شاعرا حذاقا. ولقد نشرت صحيح بوحي عندما أبصرت بوح الناشرين معاقا. شكرا لك. يا سلام يا سلام، ما أجملها من أبيات تحاكي حالة الأمل الإنساني وتشرح الألم النفسي الذي يعيشه شاعر لا يزال يواصل ويصر على فكرة أن الكلمة لها إمكانيات تتجاوز الأوراق وتتجاوز الدفاتر إلى ما هو أبعد من ذلك، ألا وهو أن تحفر عميقا في وجدان كل إنسان. عن فكرة الإبداع الفلسطيني وأنه متجدد، وأنه متجدد لأن هناك قضية تستحق أن يخدمها الأدباء والشعراء والقاصون. كيف تنظر لهذا الموضوع؟ الإبداع المرتبط بوجود قضية كبيرة وعظيمة. نعم، القضية الفلسطينية كما تعلم يعني ولا يخفى على أبناء الوطن ما حل بوطنهم نعم. الذين لا يجدون حقا لهم في مياههم ولا يجدون حقا لهم في التنقل. الآخرون يقطعون المسافات الطوال وآلاف الكيلومترات دون حاجز عسكري على الطريق، وأنت لا تستطيع أن تسافر كيلومتر واحد دون أن يستوقفك محسوم وأن تتعرض للإهانة وأنت على أرضك. الذي يأتي من أثيوبيا أصبح سيدا في هذه البلاد، وابن البلد أصبح ذليلا فيها بسبب السياسات التي اقترفها القادة بحق شعبهم، لأن هذا العدو يراهن على الزمن
ولا يحمل لا ثقافة التعايش ولا ثقافة السلام، يحمل ثقافة الإقصاء وثقافة التغول والاستمرار في السيطرة على الأرض والاستمرار في تضييق الخناق على أهلها. لكن دور صاحب الحق لا القصيدة، يمكن له أن يتنازل ولا يقبل فكرة نعم، التنازل. دور القصيدة والشاعر الفلسطيني أثبت أنه يحمل هذه الثقافة نعم. ليوظفها في كلماته من أجل أن يثبت للعالم وللمحيط من حوله ما الذي يتعرض له الفلسطيني في ظل الهجمة، في ظل موجة التطبيع الجارفة التي يحاول المكن الإعلامي الإسرائيلي أن يصدرها على أنها تخدم نعم. المنطقة وتخدم السلام. العدو يريد أن يستفرد بالفلسطيني ويحيده وأن يحقق حلمه في التواصل مع العالم العربي بعيدا عن الفلسطيني، من أجل أن تصبح بعد ذلك عملية تدمير الفلسطيني مشرعة عربيا. نعم. عملية تدمير الفلسطيني أيضا تلقى للأسف الشديد قبولا عربيا، هذا الذي يريد أن يصل له. الشاعر الفلسطيني والمثقف الفلسطيني الذي يظهر على الشاشة بكلماته الشعرية والنثرية وفي أي مجال وفي أي فن عليه أن يفضح، فلا يليق به أن ينجرف في أغراض شعرية أخرى في المديح وفي الغزل البذيء وما إلى ذلك الذي فيه فحش وتهتك، نعم. وينسى البرنامج التدميري لأرضه ولشعبه الذي لم يتوقف في مرحلة من المراحل. أحسنت. يعني كنا في أوسلو، كنا في الضفة الغربية 5000 مستوطن، لدينا الآن في الضفة الغربية بعد أوسلو 1.25 مليون مستوطن. يا الله. فالشعب الفلسطيني الآن يتعرض إلى عملية تدمير، ولذلك والمجازر لم تتوقف ونهب الأرض لم يتوقف، ولذلك نجد أحيانا عند بعض الشباب المثقف غيبوبة أو تجاهل لما يحدث في كلماته. صدقت كثيرا، صدقت كثيرا أستاذ أشرف، وهذا الحديث أكيد متعدد الزوايا وهو حديث ذو شجون، وسنتوقف عند الكثير من المضامين العالية والأفكار التي ينبغي أن تسهب بها شرحا وتحليلا، لكن بعد ما سمعنا قصيدة جديدة إلى الشعر من جديد أستاذ أشرف، بعده نواصل في فلسطين وظروف فلسطين وآمالها وآلامها، تفضل. في ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة نعم. قلت قصيدة: الموت صبرا، كان لا بد أن نعود لصبرا، نذرف الدمع مرة بعد أخرى، كان لا بد أن غير أن نعود لصبرا، نذرف الدمع مرة بعد أخرى، يا سلام عليك. غير أن الزمان يأتي إلينا كل يوم بنزف جرح وذكرى. فضلوا الموت في الشوارع لما أصبح العيش في المخيم مرا، قبل فسفور غزة ورجعنا نملأ الأرض 1000 قبر وقبرا. قد دفعنا ومن سيدفع عنا ما نعانيه من مذابح كبرى، فعلى الرأس سوف يصعد تاج، وإلى الذبح سوف نأخذ دورا، وإلى الحزن سوف نلقى رفاقا، وإلى السجن سوف نذهب أسرى. لم نعق الرصاص حين التقينا، لم نعق الرصاص حين التقينا لحظة الحتف والقنابل تترى. إنه الذبح لا يكلف شيئا بين أسياف أهل روما وكسرى. لا تبالي إذا نزفت فقلبي، لا تبالي إذا نزفت بقلبي، إن قلبي بما نزفت لأدرى. آه صبرا، وفي القصيدة دمعي خط بالشوق في سطورك مجرى. آه صبرا، وقد قرأنا جراحا لو رآها الزمان ما عاد يا يقرأ. الله.
بعد عهد بذبح صبرا طويل لست أخفيك أحمل اليوم بشرى إن تفانيت فكرتي ليس تفنى فهي كالشمس سوف تبزغ فجرا ومع الوغد قد فتحت حسابا مثل ما الزير حين حاسب بكرا. يا سلام شكرا. يا سلام، ما أجملك يا أستاذ أشرف. حقيقة هذه القصائد التي تتضمن أفكارا وطنية كبيرة تبصر الجيل أهدافهم وما ينبغي عليهم أن يفعلوه في سبيل هذه القضية التي يتحلقون حولها ويؤمنون بها. دمت صاحب كلمة واعية تبث النور في الأذهان والآذان. بعد هذه الجرعة الجميلة جدا من الشعر لابد أن نتوقف عند فاصل قصير، ومن ثم سنتابع أستاذ أشرف. إذن مشاهدينا الكرام، الآن وإياكم نخرج معا إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، وما زلنا في هذه الحلقة من برنامج بيت القصيد، معنا عبر سكايب من فلسطين، تحديدا من الخليل، خليل الرحمن في الضفة الغربية، معنا الشاعر أشرف أبو حشيش. أهلا أستاذ أشرف بك مجددا. وقبل أن نعود إلى الشعر من جديد، دعني أطرح عليك سؤالا ربما تستغربه قليلا. يقول بعضهم إن المسجد الأقصى يبعث في الشاعر عنفوانا مختلفا عما يبعثه في نفوس العامة. ربما كانت لك زيارة للبلدة القديمة في القدس المحتلة للمسجد الأقصى وحركت المشاعر والشجون، أخبرنا عن هذه القصة. والله المسجد الأقصى حزين ومبكن حاله، لا يسر صديق. وللأمانة أن الذي يذهب لزيارة المسجد الأقصى عليه أن يتحلى برباطة الجأش. صحيح. الأزقة حزينة تشتكي الوحشة، وللأسف أنا لا أدري لماذا لا يذهب السياسيون ولماذا لا يذهب المثقفون بأي طريقة أن يحاولوا مرة ومرتين وثلاث مرات للذهاب إلى المسجد الأقصى. حين تذهب إلى المسجد الأقصى لا تملك إلا أن تقول يا قدس حدق في قبابك ناظري فلمست في جفن الجريح رمادا، يا قدس هانت في العروبة قبلتي وطوى الهوان عقيدة وجهادا. يا الله. الناس هناك يشتكون، يريدون أن يحتضنوا أهل الضفة وأهل غزة. أهل غزة محرومون من الذهاب للمسجد الأقصى. نعم بكل أسف. تصور يا أخي في باب المطهرة، في باب المطهرة بائع القهوة، المحل الذي فيه عبارة عن مترين في مترين دفع له 40 مليون من أجل أن يترك هذا المحل، 40 مليون دولار، لكنه ويتعرض للضيق ويأخذون ضريبة شهرية منه، ضريبة ثمنت 8000 شيكل من أجل أن يترك المسجد مكانه المتاخم للمسجد الأقصى، ورفض هذا ويتحمل الأذى والمعاناة. يا الله. والناس هناك بما يمتلكون من ألم يتشبثون بالمكان الذي كون وشكل ملامحهم التي تشابه المسجد الأقصى. على باب العمود أضأت قلبا فكيف تريدني ألا أحب، وكيف تلوم شوقي حين ينمو ويطلع من شقوق السور عشبا. يا سلام. وبي من نبض أقصاها، وبي من نبض أقصاها حنين على قدسية المعنى تربى. الله عليك. فالحديث في المسجد الأقصى، الحديث والقصائد التي تشعر
بألمها وهي تتشكل في داخلك بالفعل تكاد تخنقك، تخنقك، لأن الكلام حقيقة أعجز عن التعبير نعم عما أراه هناك من مشاهد تثير فيك كل شيء جميل جبر الله خاطر الكل وكل شيء جميل. الفلسطيني وأعاد هذه الأرض الطيبة مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم وبوابة السماء، وإن نسأل سمحت الله أن لي يعيدها هنا، حرة طاهرة نعم من رجس الاحتلال، وعسى أن يكون آمين هذا قريبا بعنفوان أهلها وبصبر وتشبث واجتماع أهل الأمة على حقهم الذي لا يجب التفريط فيه أو التنازل عن شبر واحد منه. أستاذ أشرف، لك أن تزيد أو تضيف قبل أن تذهب إلى قصيدة. لأنه القدس والأقصى حاضر في معظم القصائد، نعم حتى في القصائد الغزلية حين حدثت المشكلة السورية وكتبنا عن حمص، كتبنا عن الأقصى والقدس في داخل النص: دمي يا سائلي عن حمص نبضي، تراه مدرجا في كل أرضي، يا سلام، فبعض النبض يأخذني إليها، وأترك في ديار القدس بعضي. هنا الوغد الدعي عدا علينا، وأفاك هناك يدوس عرضي، تحدثني وتغلبني دموعي، وحمص حبيبتي بالدمع تفضي، شوارعها التي ارتصف الضحايا، يا الله لياليها تمر بغير ومضي، وسرب الطائرات يروم صيدا على أطفالنا بالموت يقضي. مراكب عجز أمتنا توالت، وإن سارت فبالخذلان تمضي، لنا في قبضة التاريخ سيف، ونيل كرامة كأداء فرض، لنا أنهار عزتنا ستجري غدا في كل نازلة بفيض. لنا شكرا أنهار لك. عزتنا ستجري غدا في كل نازلة بفيض، أنعم به من فيض طهور عذب ينتمي إلى أوجاع هذه الأمة، أنعم به من فيض طهور لا يمكن أن ينفصل عن آلام منطقته وإخوته، ألما حقيقيا يستشعره من عاش هذا الألم، كما قال الراحل كريم العراقي رحمة الله عليه حينما أعاد ترجمة بيت الشعر الشهير في قصيدة ميمية كتبها ونظمها في أواخر أيامه. القصيدة العالية تخلد شاعرها دائما. أستاذ أشرف، عن فكرة موت نعم، الشاعر، هل يموت الشاعر باعتقادك؟ الشعراء أو الشاعر أو الكاتب الذي يترك بصمة على جبين الزمن يبقى حيا من خلال البصمة التي تركها، أحسنت، لا تشكو للناس جرحا لم أنت يمت. صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من نعم به صحيح، ألم. الجرح تفضل. إلا من به ألم. وهنا نعم، وهنا تحركت المشاعر حين جاء خبر وفاة كريم العراقي. نعم كلماته أثرت فينا جميعا، رحمه الله. وتحدثنا عن هذا الرجل العبقري للأمانة، لأنه حاول أن يستخدم ألفاظ بيئته ونجح في توظيف الجرح وإعادته. واستطاع أن يصل الجرح إلى الكثير تكلم من الناس بلغة متوسطة. ووصل إلى قلوب الناس، لأنه أخي العزيز وشاعرنا الهمام مصطفى مطر في قضية أنا بدي أنبه لها: تفضل. بعض الشعراء يغرقون البيت بالصور ويكثفونه ويعيقونه، وهنا يصطدمون مع حالة الوعي مع المتلقي. نعم. ونجد هنا كريم العراقي بسهولة ودون تكلف الصور ودون إغراق وصل إلى قلب المتلقي فترك أثرا، صدقت. وكانت الصور عنده تأتي عفوية دون تكلف وزخرفة. وحتى في القصائد الطويلة نجد الشعراء مثل كريم وغيره المبدعون كانوا يعطون نفسا مباشرا، يتكئون على بيت مباشر
رغم أن المباشرة تعد من عيوب الشعر، نعم لكن حين يستطرد طويلا في الصور يعطي القارئ استراحة نفسية. كريم شاعر تحدث عن وجعنا جميعا، وكريم داوى عيلنا ومات عليلا. ماذا عن الحزن ف الذي فرض نفسه عليك يوم عرفت نعم، بخبر وفاته؟ ماذا قلت؟ هذا الذي عاش مخنوقا من الألم، لم يشكو للناس جرح العزف والنغم، هذا الذي عاش موجوعا وفي فمه قصائد الشعر لم تصمت وتنهزم. يا سلام، من حزنه هذه الأبيات أشعلها، من جرحه، من لهيب النبرة النهم، ومن قلوب عراقيين قد فقدوا شهما سخيا ببسط النزف والكلم. يدمي الرحيل بلادا حين نسألها عن عنفوان أمان الحبر والقلم، وكيف للحرف أن يرقى لمنزلة بلا كريم سخي النفس والكرم. يا راية الشعر عد للشعر، يا راية الشعر عد واصدح بقمته، عار على الشعر أن يحيا بلا قمم. يا راية شكرا الشعر لك. عد واصدح بقمته، عار على الشعر أن يحيا بلا قمم. أحسنت أستاذ أشرف، وأكيد مستمرون معك في هذه الحلقة، لكن لابد أن نخرج إلى استراحة جديدة. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى الفقرة الختامية في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا من الضفة الغربية تحديدا من مدينة خليل الرحمن هناك في فلسطين الشاعر الأستاذ أشرف أبو حشيش. حيا الله أستاذ أشرف بك مجددا. الشاعر ينبغي أن يكون صاحب قضية، ما رأيك؟ نعم، الشعر يجب أن يجدد، وله لون في الشعر، ولونه مستمد من قضيته. ويعني لو أردنا أن نتتبع الشعراء الفلسطينيين من بداية هذا العصر، عصر الهزيمة الذي فرض علينا، نجد لكل شاعر لون. فمثلاً فدوى طوقان كان شعرها مقاوم، تجد فيه الصفة الأنثوية الطاغية حتى وهي تقاتل بالكلمة. نعم، هذه الأرض امرأة، في الأخاديد وفي الأرحام سر الخصب واحد، قوة السر التي تنبت نخلا وسنابل، تنبت الشعب المقاتل. هذا فدوى، هذه ميزتها في شعرها، تعرفها من كلماتها، والتدرج في الصورة عندها تشتد، تأخذ مرحلة بعد مرحلة، مثل رجموا حملوا القلوب على الأكف حجارة، بعد الحجارة جمرا حريق، حملوا القلوب على الأكف حجارة جمرا حريق، رجموا به وحش الطريق، هذا أوان الشد فاشتدت، وماتوا واقفين على الطريق متألقين مقبلين فم الحياة. هذا أسلوب فدوى التي ظهرت فيه، أسلوب محمود درويش، والرمزية والتجديد في الصورة الشعرية بحداثة متأثرة بالأدب الأوروبي والعالم. هل أفهم من قولك أستاذ أشرف، هل ينبغي على الشاعر أن يكون مقاتلا في عقيدته الشعرية، مقاتلا بأفكاره، مقاتلا بتشبثه بالحق، متبنيا لنهج الدفاع عن المظلومين؟ بالضبط تماما، وحتى في كل غرض من أغراض الشعر يجب أن يخوض معركة القتال من أجل شرف قضيته. والذي لا يتكئ على
عقيدة راسخة ثابتة يتسلح بها ويستند عليها في الحصول على نعم حقه، لا يستطيع أن يعبر عنها. أنت عقيدتك في الأرض، إن انتابها شك ففي هذه الحالة أنت ستخسر حق، ولن يسمع، ستخسر الحق في الكلمة، ولن يسمع إليك أحد. أحسنت ولذلك كثيرا. يجب أن تجابه أعداءك وتصرخ بالكلمة الشرية، والإنسان لا يخجل من كلمته. أحسنت أنا كثيرا. لا أريد في الشعر أن أغرق في نعم. الرمزيات والهلاميات حتى يقال أنني شاعر، وأخرج عن وعي الناس وقدرتهم على الفهم. نعم. يجب التوفيق بين الرمزية والصورة الشعرية، ويجب وبالإضافة إلى ذلك إلى وعي الناس نعم. في تلقيها، من أجل أن تغير بالكلمة. نريد قصيدة جديدة من خلالها، يعني نذهب نعم. إلى فلسطين مجددا، أو إلى قلب شاعر فلسطيني، أو إلى أي بقعة شئت. خذنا إلى قصيدتك التي تحب كيف تحب. سامحيني قصائدي من ديواني هنا شمخنا صغارا. نعم. ما هجرت الخيال يا شعر عمدا، دونك القلب متعب ضاق جهدا. سامحيني قصائدي ما بوسعي، إنه الحزن صاحبي بك أودى. سامحيني تواصلت ضرباتي، يا حروفا خناجري لن أعد. سامحيني فقد أطلت التجني، طالبا من قساوة العيش زهدا. وجد القهر كونه في فؤادي، ففتحت الفؤاد للقلب غمدا. كلما هبت السعادة صوبي، رفع الحزن يا حبيبة يا سدا. سلام. وإذا يا ورودي بروحي، غرد الحرف والحنان استبدا. كم تمنيت فسحة من جنوني، كم تمنيت فسحة من جنوني. أي نصر يصير الحر عبدا. يا الله. خدعونا بنصرهم كل يوم، لم يجروا سوى الهزيمة صيدا. أترى التاج فوق رأس ذليل، يمنح الرأس يا قصائد مجدا. لا والله. أترى التاج فوق رأس ذليل، يمنح الرأس يا قصائد مجدا. انشليني ببسمة من حروفي، واسكبيني بليلة الأنس شهدا. تائبا جئت والصراخ شفيعي، رغم جرحي فما أطقتك بعدا. سائلي الشام ربما تعذريني، وانظر الوغد كيف يقتل حقدا. واصل السير قد فتحت دروبي، لا تقولي كفى تجاوزت حدا. أشعل النار في دمشق يهود، فأحيل اللهيب سلما وبردا. في سطوري تفرقت مفرداتي، وضحايا حروفها لن ترد. في سطوري تخلفت أمنياتي، وبناء الطموح بالحزن هد. يطلب السطر نجدة من غريق، وغريق السطور يطلب نجدا. يا أسيرا به بقلبك سجني، إنني القيد ما فككتك قيدا. أنت قربي برغم حزنك قربي، وأنا القرب كيف أنكث عهدا. شكرا يا لك. سلام، ما شاء الله عليك يا أستاذ أشرف. فالآن أريد منك رأيك بكل صراحة، حدثنا عن أهمية دور المثقف الفلسطيني من أجل إبقاء وهج القضية مشتعلا لا يخفت ولا ينتهي ولا يزول. يا سيدي، المثقف الفلسطيني بحاجة إلى الجرأة، بحاجة إلى الجرأة. وهناك مثقفون فلسطينيون دفعوا حياتهم ثمنا لذلك، وهذا ضخ وقودا في شرايين القضية من أجل أن تبقى شعلتها مستمرة ولا تموت. المثقف الفلسطيني بحاجة إلى الجرأة، وبحاجة إلى الاطلاع والقراءة.
حتى الثقافة، مكونات الثقافة الحديثة لم تأتي عبثا. يعني مدرسة الإحياء في قضايا الشعر والفن، هذه المدرسة بعثها محمود سامي نعم البارودي، ومرت بمراحل: صحيح مرحلة القراءة، مرحلة القراءة والاطلاع والحفظ، وبعد مرحلة القراءة والاطلاع والحفظ جاءت مرحلة التدريب، وثم مرحلة التدريب. هذا من ناحية الشكل، المضمون يحتاج إلى جرأة في كلمة الحق. بعد مرحلة التدريب وصلنا إلى مرحلة النضج. الآن حين وصلنا إلى مرحلة النضج، لا يستطيع أحد أن يقف في وجه الكلمة وأن يحاسبك عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أرواحنا فداء كلمة الحق، يا سلام. ولتذهب الدنيا، ولتذهب الدنيا إلى الجحيم. كلمة الحق يجب أن تقال. ابن اليوم في شوارع الخليل ونابلس وغزة، ابن 10 سنين يصرخ في وجه الأخطبوط الصهيوني بأعلى كلمة، ويستطيع أن يخرسه أحسنت بكلمة كثيرا. الحق. هناك من لا يقول يستطيع، لا يستطيع الصهيوني أن يرد عليه إلا بالبندقية، صحيح، لأنه خائف، ودائما الخائف لأن يده حجته ترتجف على الخائف. ضعيفة ولا يمتلك حجة تعينه على إثبات أحقيته، ولأنه لا حق له فوق هذه الأرض يلجأ إلى استخدام القوة ضد صاحب الأرض والحق والتاريخ الذي لا يبخل بدمه. وهذا ما وددت بالضبط. أن أسألك عنه، ألا وهي فكرة جذوة القضية في نفوس الجيل الطالع في فلسطين، هذا الجيل المثقف العارف بفلسطين الذي لا يتنازل عن نعم. شبر واحد فيها. كلمنا عن هذا الجيل ومدى استشعارك واستشرافك الأمل فيه. حاولوا إغراق هذا الجيل بكل الأساليب، بالماديات من أجل أن يعمل في مجال البناء والزراعة في إسرائيل، فلم يجدي نفعا معهم، لا الضخ المادي ولا أيضا المقاهي التي كانت تفتح. وجدوا أنهم أمام جيل عصي على السقوط، وعصي على الذوبان في حيلهم وفي مشاريعهم من أجل اصطياده. لم يستطيعوا مع هذا الجيل حل، لأن الجيل الذي تعمقت فيه الجراح لم ظل وفيا لهذه الجراح، ولم يستجب لمخططاتهم، وفي كل مرحلة يصطدمون بجيل أحسنت أعتى وأكثر جرأة وأقوى، أحسنت كثيرا. جيل يقول لا، وهنا يتذكر مدنه حين يكون هم الناس الغروق في اللهو وما إلى ذلك، وفي الرحلات هنا وهناك هو يتذكر مدنه. وأنا بالمناسبة كتبت قصيدة رثائية لمدن الداخل، أقول فيها: خذ للقباب حبيبها يا صاحي، أزف الغروب وما كتمت جراحي، للناس أفراح وقلبي لم يزل متعذبا بالحب والأفراح، يا عاذلا شغفي رويدك إنني، في حب أولى القبلتين بواحي، حيف حنينك كيف أخمد ناره، إن هب عطر أريجك الفواح، يا فنشدت البرتقال وجدته مستسلم الرغبات من إلحاحي، هل في السهول لعاشق من نظرة، في نفحة ثورية الأفراح. القصيدة طويلة، وأعذرني أنني نسيت منها أبياتا، شكرا لا جزيلا بأس لا وأعتذر. بأس أستاذ أشرف، وصلت إلى السؤال الأخير الآن الذي أود أن ألقيه عليك. أنت شاعر فلسطيني وغيرك الكثير من الشعراء الفلسطينيين، باعتقادك ما الذي تريده فلسطين منكم ولو أنها تجسدت بهيئة امرأة جميلة، امرأة تنتظر من يحررها، باعتقادك ما الذي كانت ستطلبه؟ تفضل أستاذ أشرف. فلسطين أرضي، فلسطين عرضي، ولحمة يعرب والآصرة، فلسطين حيفا، فلسطين يافا، فلسطين غزة والناصرة. فلسطين تطلب التمسك بها، أن تكون حاضرة في كل سطر، أن نتنفس عطرها وعبقها في كل نفس، أن ندافع عنها، أن نكحل أنظارنا بها، أن نسيج أرضها بدمائنا. لا حرية دون تضحيات، أن يا سلام نسيجها عليك. بأشجار الزيتون.
بأشجار الزيتون واللوز، لأن هذا الذي يأتي من بلغاريا إذا أراد أن يخرج يعرف نفسه غريبا، يختنق برائحة اللوز، فإنه يصطحب معه جيبا عسكريا ليحميه، لكن الفلسطيني بصدره العالي العاري يذهب إلى المحسوم بنفسه ويمر ويقول للجندي: تمترس خلف بندقية رعبك، أنا أتمترس وراء حقي في المرور رغما عن أنفك. سعدت جدا للأمانة أستاذ أشرف بمشاركتي إياك هذه الحلقة، سعدت أكثر بإجاباتك بهذا الحديث الذي كان معجونا بنكهة فلسطين، كل الفلسطين، القدس والأقصى وجبل المكبر والضفة بكل مدنها وحتى غزة والشتات الذي أهديت إليه الأبيات القليلة السابقة. في ختام هذه الحلقة ماذا تود أن تقول أستاذ أشرف؟ تفضل. أقول بارك الله فيكم على هذا اللقاء المفعم بالمشاعر الصادقة شكرا لك. تجاه الوطن الذبيح فلسطين، واستمروا لأنكم أمناء على الكلم، فأنتم بالكلم تستطيعون أن تدافعوا عن بلادكم وعن هويتكم المستهدفة، فكونوا في خندق المواجهة بكلمة الحق، وشكرا لكم. وهذا ما نحن وأنتم قائمون عليه، كنا كذلك دائما وهكذا سنبقى. شكرا جزيلا لك أستاذ أشرف أبو شكرا حشيش وتقديم. الشاعر الفلسطيني من خليل الرحمن. مشاهدينا الكرام، في هذا الأداء العذب وفي هذه المشاعر التي لا يمكن أن تنسى، في هذه التفاصيل نجد أن الشاعر معجون بتراب وطنه. هذه هي الرسالة الحق التي ينبغي لكل شاعر أن يحملها، أن يكون محامي قضيته ولا يتنازل عن حقه مهما كانت الصعاب ومهما كانت التحديات والمغريات. الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر. وصلنا إلى الختام، دائما وأبدا كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.